مع فضاءات تحرك دول إقليمية مؤثرة ومهمة، لعل من أبرزها تركيا. تركيا التي لم تبدي أي موقف من المرشحين الديمقراطي هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، ولا من أجواء الحملة الانتخابية ومضمون خطاب كل طرف. ولكن بعد فوز ترامب الجمهوري وتهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له، وكان من أوائل المهنئين، نتساءل عن ملامح العلاقات التركية الأمريكية في عهده، وكيف سيكون تعاطي الإدارة الجديدة في واشنطن مع الملفات المشتركة من سوريا إلى العراق إلى فلسطين، وطبعا موضوع تسليم فتح الله جولن. هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها اليوم مع الأستاذ أوكتاي يولماز المحلل السياسي التركي. أهلا بك أستاذ أوكتاي. والدكتور سعيد الحاج الكاتب والباحث مختص في الشأن التركي. أهلا بك دكتور سعيد. ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير ثم نعود. بارتياح لافت قابلت الدوائر السياسية في أنقرة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، رغم تصريحات المتحفظة عليه وعلى مواقفه المعادية للمسلمين في بدء حملته الانتخابية، موقف يبدو متناقضا مع الدور الذي تلعبه تركيا على مستوى العالم الإسلامي، بيد أن له الكثير من الأسباب المتعلقة بالمرشحة المنافسة أكثر مما لها علاقة بترامب نفسه، إذ لطالما نظرت أنقرة لكلينتون على أنها امتداد لسياسات أوباما المتناقضة مع المصالح التركية فيما يتعلق بدعم الفصائل الكردية المسلحة في سوريا والمماطلة في تسليم فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز يوليو الفائت. أكثر من ذلك، فقد صدر عن مرشحة الحزب الديمقراطي تصريحات اعتبرت الفصائل الكردية في سوريا أصدقاء واشنطن الموثوقين، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن تلقي حملتها تبرعات سخية من أنصار الكيان الموازي، الأمر الذي عنى تضررا مصالح التركية في حال انتخابها. من ناحيته، فقد قدم ترامب صورة مناقضة عبر تصريحاته التي أكدت على أهمية حلفاء الولايات المتحدة ومنهم تركيا، فضلا عن مديحه لدور الشعب والرئيس التركيين في إفشال الانقلاب وتصريحات مساعديه التي ألمحت إلى إمكانية تسريع تسليم جولن لأنقرة. استبشرت أنقرة إذن بانتخاب المرشح الجمهوري، أو لعله الاضطرار للتعامل مع الواقع مع محاولة استثمار الحدث قدر الإمكان. لكن وفي كل الأحوال، فإن التصريحات التركية الإيجابية بخصوص الرجل لا تنفي مخاطر تكتنفها رئاسته، ليس فقط لأنه رئيس صعب التنبؤ بقراراته وسياساته كما تقول أوساط واشنطن، ولكن أيضا لما أظهره خلال حملته الانتخابية من مواقف عنصرية سيما ضد المسلمين. فهل أنقرة مقتنعة فعلا بأن علاقاتها مع بلاد العمسام ستكون أفضل مع رئاسة ترامب؟ أم هو مجرد الأمل في تغيير السياسات يترافق مع تغيير شخصية الرئيس وحزبه؟ أسئلة برسم الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس الذي سيباشر مهامه في كانون الثاني يناير المقبل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من أوراق تركيا، العلاقات التركية الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب تحمل العديد من الأسئلة. ولكن قبل أن نغوص في أو نستشرف أفاق هذه العلاقة في عودة الرئيس ترامب، أستاذ أوكتاي، كيف يمكن أن نقيم أو كيف نقيم العلاقة الأمريكية التركية في عهد أوباما؟ في عهد أوباما. نعم. تحية أولا. أهلا مساء الخير. طبعا يعني كما يقال في المثل التركي أن الجبل ولد فأرا، ممكن نصف يعني أنتج الجبل الشيء الهائل شيئا صغيرا جدا. ممكن نصف فترة أوباما طوال 8 أعوام بهذا الشكل. لم يقدم أوباما، ربما قدم بعض الإيجابيات للشعب الأمريكي مثل الضمان الصحي وما إلى ذلك، ولكن في الحقيقة لم يقدم حلا جذريا لمشاكل العالم، لا على مستوى العالم الدولي ولا على مستوى المنطقة، منطقة شرق الأوسط، ولا على مستوى العلاقات التركية الأمريكية. وهذا بالعكس، يعني بالرغم من الحجم الكبير من التفاؤل عندما كان أوباما انتخب رئيسا للولايات المتحدة، كان هناك تفاؤل سائد في العالم الإسلامي وفي تركيا بسبب
شخصية الرجل بسبب تصريحاته مواقفه، ولكن بالأسف الشديد وهناك كانت يعني خاطب أول مرة كان من أولى زياراته الخارجية إلى تركيا، خاطب العالم الإسلامي والمسلمين والعرب والأتراك من أنقرة ثم من القاهرة. رغم هذا التفاؤل في بداية عهده بالأسف الشديد لم يقدم شيئا إيجابيا لمسائل شعوب المنطقة ولا للعلاقات التركية الأمريكية. بالعكس، في عهده تعمقت الخلافات التركية الأمريكية وتراجعت ربما العلاقات رغم التحسن في بداية عهده سنة سنتين، ثم مع الأزمة مع الربيع العربي أو أزمة السورية تراجعت العلاقات في الحقيقة، خاصة في الفترة يعني ربما ممكن نفرق في الولاية الثانية، الولاية الأولى والثانية، خاصة في ولايته الثانية تراجعت حقيقة علاقات التركية الأمريكية. ولذلك هناك لا يوجد طبعا كذلك يعني تفاؤل من انتخاب ترامب، ولكن ربما هناك راحة من ذهاب أوباما. نعم، فرحانين من ذهاب أوباما بسبب طبعا فشله. يعني هذه الفرحة ممكن ظهرت عند بعض المحللين، اعتبروا أن وكأن تركيا دكتور سعيد احتفت بفوز دونالد ترامب. هي لم تبدي أي موقف ومن المرشحين، لم تبدي أي موقف من الحملة الانتخابية ومن طبيعة الخطاب في هذه الحملة، ولكن يرى البعض أن هناك كان احتفاء مبطن بفوز دونالد ترامب، خاصة مع التهنئة المبكرة للرئيس رجب طيب أردوغان. مساء الخير أستاذ محمد لك والأستاذ أكتاي والمشاهدين الكرام. أولا فقط لفت نظري المثل التركي، يعني إذا كان هذا مثلا تركيا فهو نفسه باللغة العربية، تمخض الجبل فهو بفأرة، يعني لفت نظري جدا. الأمر الآخر، لا هو من الطبيعي طبعا أن يتصل الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ويهنئون بالرئيس الجديد، هذا أمر بروتوكولي. لكن التصريحات التي صدرت عن الرئيس أردوغان عن بعض الوزراء الآخرين أيضا ربما كان فيها نوع، لا أدري إن كان يعني يصح أن أقول التشفي بكلينتون، لكن واضح أنه كان هناك استياء كبير جدا من المرشحة كلينتون، ليس فقط لأنها كما ذكرتم في تقريركم امتداد لفترة أوباما من نفس الحزب ويفترض أنه سياستها ستكون لها نفس السياسات في السياسة الخارجية على الأقل، ولكن حتى كلينتون كان عندها مشكلتين أساسيتين بالنسبة لتركيا. المسألة الأولى أنه عند حديثها عن سوريا كانت تتحدث عن الأصدقاء الأكراد وأنه الحلفاء الأكراد والفصائل هذه ستدعم، ولم تأتي أبدا على ذكر تركيا. يعني ترامب، سنأتي ربما لاحقا، ترامب كان يتحدث أنه أنا معجب بالأكراد، لكن كان يتحدث عن تركيا كحليف وقال يعني it would be great، أنه كان يعني ممكن سيكون جميلا لو جمعنا الطرفين مع بعض، لكن كلينتون لم تذكر حتى، لم تأتي أبدا على ذكر تركيا في خططها بخصوص العراق وسوريا. الأمر الثاني، أنه كان هناك كثير من التقارير الإعلامية، وأنا أعتقد أن لها حظ من الصحة لأنها حتى أتت على ألسنة بعض السياسيين الأتراك، أنه ما يسمى في تركيا الكيان الموازي أو الجهات المتنفذة في جماعة جولند في الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنهم تبرعوا تبرعات سخية جدا لحملة كلينتون الانتخابية، وبالتالي كانوا يريدون لها أن تفوز فيكون هناك استمرار للحماية الأمريكية أو على الأقل للمواطنة الأمريكية في تسليم جولند. من هذا الباب ولزوايا أخرى كثيرة كما تحدث الأستاذ أختي قبل قليل، لم تكن فترة أوباما الثانية على الأقل إيجابية جدا بالنسبة للعلاقات التركية الأمريكية، فربما من باب أن تغيير الوجوه رحمة، أو أيضا تصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية الحقيقة حملت بعض الإيجابيات بالنسبة لتركيا. بطبيعة الحال نحن لا نتوقع لكل هذه الوعود والتصريحات أن تطبق وتبلور على أرض الواقع، واضح أنه هو اتخذها يعني التصريحات كانت جزءا من حملة للإساءة أو للنيل من منافسته، وبطبيعة الحال الحملات الانتخابية فيها سقف عالي من الوعود والتصريحات، فيها حالة من الشعبوية تسمت فيها حملة ترامب الانتخابية. أنا متحدث عن تركيا بالمناسبة، وموقفه حتى خلال الانقلاب والذي تحدث فيه بإعجاب عن الشعب التركي ودور الرئيس أردوغان وما إلى ذلك أيضا كان مختلفا عن موقف الإدارة الأمريكية التي عتبت عليها تركيا كثيرا، بالعكس حتى وسائل الإعلام التركية تحدثت عن تواطؤ أو مشاركة أمريكية في الانقلاب، فضلا عن الحديث عن الأكراد وتركيا وأنه تركيا لاعب أساسي. وهناك عامل ثالث
أنه عندما سئل أكثر من مرة ترامب عن السياسة الخارجية لبلاده، ولا أي حد ستتدخل في الضغط على الحلفاء من أجل العناوين مثل الديمقراطية والحرية وما إلى ذلك، كان يتحدث بما معناه أنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من المشاكل أن تتدخل في غيرها، لأن كيف نعطي لأنفسنا الحق بأن نضغط على الحلفاء أو غير الحلفاء في مسائل مثل الديمقراطية والحريات والإعلام وما إلى ذلك، يكفينا أن ننظر إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لنرى كيف المشهد هو سيء جدا. في محصرة المشهد أنا أعتقد أن هناك إشارات إيجابية كانت من ترامب، وكان هناك استياء واضح من الخط الذي تسير فيه هيلاري كلينتون، ورغبة في التغيير وأمل في أن يكون تغيير شخص الرئيس أو حزب الرئيس من الديمقراطي إلى الجمهوري أن يحمل متغيرا في السياسات الخارجية، سيما وأن السياسة الخارجية المتعلقة بالشرق الأوسط تحديدا سوريا والعراق مؤثرة جدا في المشهد الداخلي التركي والمصالح التركية. ولذلك رأينا أنه إضافة إلى مثلا حديث الرئيس أردوغان أنه انتقد مثلا المظاهرات التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية ضد ترامب، وقال أن هؤلاء رفضوا نتيجة الانتخابات الديمقراطية. أحد مثل أتذكر وزير العدل بكير بوزدا عندما قال أن الشعب الأمريكي رفض توجيه إرادته بعكس أو يعني توجيه إرادته وتصويته وما إلى ذلك وأظهر إرادته الحرة، كان هناك نوع من الاحتفاء المبطل، لكن أنا أعتقد أنه أمل بالتغيير ويعني فرحة لتغيير كلينتون أو لعدم قدوم كلينتون أكثر من انتخاب ترامب بحد ذاته، لأنه أيضا كما أشرتم سنتحدث ربما موضوع العنصرية الكراهية الشعبوية الإسلاموفوبيا العنصرية ضد المسلمين تحديدا، الحقيقة هذه أيضا عقبات مهمة جدا في 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 طريق العلاقات. دكتور سعيد أستاذ دكتور يشاركنا الحديث في هذا الموضوع من واشنطن دكتور إيران كنعان أستاذ العلاقات السياسية من واشنطن، أهلا بك دكتور إيران. دكتور، إلى أي مدى يستطيع ترامب تغيير السياسات الأمريكية والتأثير فيها وتوجيهها حسب الصلاحيات التي يمنحها الدستور الأمريكي، وكيف يمكن أن تكون له رؤية نافذة في السياسة الخارجية خاصة؟ أسعد الله مساءكم جميعا ومساء المستمعين الكرام. بداية، إذا ما أراد ترامب تطور أي علاقات بالاتجاه الإيجابي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا فالمفتاح واضح وصريح، كما أورده السيد أردوغان في اتصاله الهاتفي اليوم التالي لفوز ترامب وهو تسليم غولن، وبالتالي تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أثبتت حسن النوايا باتجاه علاقات استراتيجية استخباراتية أمنية أقوى مما كانت عليه في عهد أوباما التي ترك المنطقة للاستفادة من الطائفية والحروب الإقليمية التي كانت تسير باتجاه مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة. أما الآن فعلى الأغلب ستتجه الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه مختلف إلى حد ما عن ما كانت عليه سياسات أوباما. دكتور إيران، الصلاحيات الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الخارجية، ما مدى قدرة هذه الصلاحيات على أن يتحرك الرئيس ويتابع ملفات ويؤثر فيها بشكل مريح؟ إن صح التعبير سيكون لدى ترامب صلاحيات أعلى مما كانت عليه في مع أوباما، وذلك بسبب أن مجلس الكونغرس أو نعم الكونغرس الأمريكي بمجلسي النواب والشيوخ لم يسبق أن كان بمجلسي الجمهوري منذ عام 1928، وبالتالي ستكون السياسة مريحة جدا أو سيكون ترامب قادر على تمرير سياساته بطريقة مريحة جدا في الخارجية الأمريكية، عكس ما كانت في عهد أوباما التي كان هناك الكونغرس بمجلسيه جمهوريين وهو ديمقراطي، وبالتالي تكون أصعب تمرير سياساته لأن الرئيس الأمريكي له صلاحيات محدودة ولا يستطيع تمرير كل ما يريد إلا عن طريق الكونغرس. أما ترامب فقد حالفه الحظ بذلك، وهو يستطيع تمرير سياساته بأريحية أكبر بكثير من الرئيس أوباما، وذلك بسبب أن الكونغرس الأمريكي بمجلسي من الجمهوريين. يعني هذه الأريحية هي أتت من أن يعني سياسية وليست أريحية قانونية دستورية. نعم، هي سياسية أكثر من قانونية دستورية، لأن الرئيس الأمريكي يتمتع بمساحة
بسيطة للتحرك وتمرير السياسات، أما السياسات الضخمة جدا والتي يستطيع تمريرها بما يتوافق ورؤيته إلى المنطقة أو رؤيته السياسية في الشرق الأوسط، فهو بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي بمجلسيه. طيب، السياسة الأمريكية كانت تنظر إلى تركيا دائما أن حليف، هل هذا الدور الحليف لتركيا للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سيكون أيضا هو يعني محرار تشكيل العلاقة الأمريكية التركية في عهد ترامب؟ العلاقات التركية الأمريكية قوية جدا منذ فترة طويلة، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الاستغناء عن أفضل حلفائها في المنطقة. سنشهد تطورا إيجابيا باتجاه هذه العلاقات بعد فوز ترامب دون شك، وذلك لأن الحزب الجمهوري يميل إلى تسليم جولن إن صح التعبير على عكس هيلاري كلينتون. فما أن يستطيع ترامب تسليم جولن إلى تركيا إلا أننا سنشهد تطور كبير وإيجابي باتجاه العلاقات التركية الأمريكية، وذلك لأن السياسات الإيرانية الرعناء في المنطقة تركت فراغ لا تستطيع إيران بشكل أو بآخر تعبئته، ولا تستطيع روسيا أيضا حسم المعركة بالقوة العسكرية، وبالتالي ستميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول المعتدلة التي تؤمن بالسياسة للهيمنة والسيطرة ولا تؤمن بالقوة العسكرية مثل دول الخليج وتركيا. فهذه الفرصة على طبق من ذهب جاءت للولايات المتحدة الأمريكية لتمرير سياساتها ولعمل تحالف في المنطقة قوي جدا ما بين دول الخليج وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية لحل كافة المشاكل التي تسببت فيها إيران في المنطقة في عهد الرئيس باراك أوباما. شكرا لك دكتور إيران كنعان، أستاذ العلاقات السياسية، كنت معنا من واشنطن عبر الهاتف، شكرا لك. أستاذ أوكتاي، موقف ترامب الذي أعلن عنه من خلال الحملة الانتخابية ومضمون خطابه السياسي خاصة في العلاقات الخارجية كان يحمل عديد الأوجه وكذلك عديد الرسائل. أولا، كان هناك موقف ترامب أو الحديث عن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب من خلال هذه التصريحات والحملة الانتخابية كيف يمكن أن نتلمس ملامح رؤيته للدور التركي في المنطقة؟ نعم، يعني رغم كل هذه الشهرة للرجل، وهو كان رجل أعمال شهير وكذلك كان إعلاميا كانت له برنامج زميلكم كان يقدم برنامج ومن هذا لا يمكن أن أكون رئيس جمهورية من هذا الباب هو دخل في الحقيقة للسياسة، ولكن كل هذه الشهرة الرجل في الحقيقة ليس له رؤية، يعني من خلال تصريحاته نفهم، من خلاله من خلال مواقفه المتعارضة المتعارضة أن ليس الرجل لا يملك رؤية سياسية حقيقة واضحة. صحيح عنده أفكار داخلية يعني للشعب الأمريكي أو للسياسة الداخلية وخطاب شعبوي ما أوصلت إلى الحكم، ولكن لا يملك الرجل يعني عمق يعني فكرا أو علما أو ثقافة أو فكرا في العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية، حتى مواقف البلدان العالم يعني مواقف العالم السياسية وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا، يعني أطلق بعض التصريحات حول تركيا، حول المنطقة، حول القضايا المنطقة، يعني معظم هذه التصريحات قد تكون لأغراض حملة الانتخابية، الاعتبار ستكون فيما تطلق من التصريحات فيما بعد الآن، يعني بعد الآن أو بعدما أصبح رئيسا بعد أن دخل بيت الأبيض، ولذلك لا يمكن الحكم على الرجل من وسياسته من خلال هذه التصريحات، خاصة بعض هذه التصريحات كما قلت كان متعارضا، يعني مثلا قال نقف مع الأكراد نقدرهم كثيرا، يقصد حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، ونعمل مع تركيا. الرجل يعني أعرب عن وده الكثير لإسرائيل، في نفس الوقت أهم مستشاريه
من عنصريين ضد إسرائيل، يعني مواقف متعارضة، ولكن نفهم أنه يريد يعني يقدر شيئا ما أهمية تركيا في المنطقة، يريد أن يتعامل مع تركيا، والمهم كيف سيشكل فريقه، كيف سيشكل حكومته ومستشاريه، لأنهم في النهاية صحيح هو سيكون رئيس الفريق، ولكن الفريق سيكون في الساحة هو الذي يعمل. نعم دكتور سعيد، يعني هذه الأفكار، يعني كما ذكر أستاذ أكتاي، الرجل ليس لم يعبر عن رؤية ولم يقدم رؤية، أفكار متناثرة فضفاضة، هناك تعميم وبعض التناقض كما ذكر. وأنت في مقالك مؤخرا عنونته تطلعات تركيا لعهد أمريكي جديد، يعني كيف نتلمس عهد أمريكي جديد في حين لحد الآن لم تعبر هذه الإدارة الجديدة مع ترامب عن أي توجهات واضحة ومحددة في السياسات الخارجية؟ هو الحقيقة أولا هي تطلعات لعهد جديد باعتبار أن الاسم سيتغير، اسم الرئيس سيتغير، وباعتبار أن الحزب سيتغير، الحزب الديمقراطي الآن سوف يخلفه حزب جمهوري، ليس فقط على مستوى الرئيس ولكن حتى إذا الحزب الجمهوري الآن سيسيطر على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وبالتالي هناك رغبة لدى تركيا، هناك تطلعات، هناك أمل أن تأتي الإدارة الجديدة، الإدارة الملكية الجديدة بسياسات مختلفة، بتقديرات مختلفة، برؤى مختلفة. وواضح أنه التقدير التركي أن العلاقات التركية الأمريكية وصلت إلى أسوأ ما يمكن أن تكون في عهد أوباما، فلا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، وبالتالي يريدون التحرك أو التغيير في هذه الفترة. ومن هنا كانت المسارعة باعتقادي إلى التهنئة والحضور وشرح المصالح التركية والأمن القومي التركي ومهدداته والموقف التركي من سوريا والعراق، ومحاولة لإثارة استجابة ما لدى الإدارة الأمريكية الجديدة. هذا أمر. لكن الأمر الثاني الحقيقة ما ذكره الأستاذ أكتاي وسؤالك أيضا، أنا لا أعتقد حتى أنه لا يعبر عن رؤية، هو لا يملك رؤية، يعني ليس انتقاصا منه، يعني هناك الكثير مما يمكن أن ينتقص به ترامب على مستوى الحياة الشخصية الأخلاقية، خطابه، شعبويته، عنصريته وما إلى ذلك، لكن أنا أتحدث أنه هو رجل أعمال انتقل مرة واحدة من سوق الأعمال والإعلام إلى سدة أكبر منصب في العالم، الولايات المتحدة، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ليس فقط أتى من خارج البيت الأبيض، هو أتى من خارج السياسة كلها، يعني هو لم يكن ناشطا، لم يكن ذا منصب سياسي في أي ولاية من الولايات ولا في أي حزب من الأحزاب، ولا اشتغل أو يعني عمل في أي مؤسسة من المؤسسات، لا في الخارجية، لا في البنتاغون، لا في المؤسسة العسكرية. الرجل غريب تماما عن كل المؤسسات الفاعلة في بلورة السياسة الخارجية الأمريكية. هذا واحد. اثنان، وتبعا لذلك فأنه لا يملك رؤية ولن يكون له رؤية. يعني أنا أرى أنه جزء كبير من التصريحات والخطاب الذي قدموا على أنه مناقض لكلينتون، بمعنى هذا السيء أنا سآتي بأحسن منه، ولذلك كان هناك حديث عن أنهم دمروا وأخربوا وإلى آخره في السياسة الداخلية، الاقتصاد، حياة المواطن اليومية، وأيضا في السياسة الخارجية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان من ممكن ما يمكن أن يتلمس في السياسة الخارجية فهو المحافظة أكثر، عدم المبادرة، الانكفاء على الذات، الاهتمام بالاقتصاد، التراجع عن كثير من الاتفاقات والانخراط وما إلى ذلك، التراجع عن الانخراط في مسألة الشرق، في مسائل الشرق الأوسط، وهذا بالمناسبة هذا يعني عنوان سياسة أوباما في الشرق الأوسط، وأكثر من ذلك حتى التراجع عن بعض الاتفاقات الاقتصادية، عن الحصة التي تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك. لكن مرة أخرى، هل هو سيستطيع أن يبلور هذه الرؤية؟ هذه هي النقطة الثالثة، أنه هو سيعتمد اعتمادا كبيرا جدا على المستشارين وعلى المساعدين وعلى الحزب الجمهوري، باعتباره فاقدا أولا للرؤية وللإمكانية وللمعلومات وللخلفية السياسية والدبلوماسية، وثانيا وهذا تقديري أنه ترامب أتى ضربة حظ واستفاد منه الحزب الجمهوري للعودة للرئاسة، نعم، لكنه رئيس ضعيف أمام الحزب، لا يملك الخلفية، لا يملك لوبي داخل الحزب، لا يملك تيارا ما داخل الحزب، ولا حتى له مقاربات ورؤى واستراتيجيات يستطيع أن يحاجج بها. اثنين،
السيرة الشخصية وماضية والأخير الحقيقة مليئة بما يمكن أن يسمى فضائح، وبالتالي هذا الرئيس لا يمكن أن يخرج كثيرا عن رأي الحزب وإلا يمكن أن يدمر بسهولة. يعني رأينا كيف افتعلت فضائح كثيرة لكثير من الرؤساء، يعني ليس افتعلت، افتضحت بعض الخصائص أو بعض الأسرار لبعض الرؤساء، ربما آخرهم بيل كلينتون، ثم رأينا الإيميلات لهيلاري كلينتون خلال الحملة. ترامب صفحة يعني كتاب مفتوح من الفضائح والأسرار والحياة الحقيقة المثيرة للجدل بشكل كبير جدا، وبالتالي لا يستطيع أن يخرج عن سياسات الحزب الجمهوري. الإشكالية في رؤية ترامب في السياسة الخارجية أيضا أنه لن يستطيع أن ينقض تماما ويقلب الطاولة 180 درجة على كل سياسات أوباما على مدى 8 سنوات. هذه السياسات تبلورت على الأرض بنتائج وحقائق وسياسات ومؤسسات وأشخاص واتفاقات، وأكثر من ذلك الأمر الواقع فرضا لنتكلم، لو تكلمنا عن سوريا مثلا سريعا، هناك أمر واقع اسمه روسيا موجود الآن. ربما كان أوباما يستطيع سابقا أن يتدخل وأن يحسم وأن يستطيع أن يبلور خطوط معينة أو إطار عام للسياسة الخارجية في سوريا، الآن روسيا موجودة وإطار معين ومسار كامل من اللقاءات الروسية الأمريكية الحقيقة لا يستطيع ترامب أن يقفز عليه بشكل كبير جدا، فضلا عن التناقض الذي قدم له قبل قليل الأستاذ أكتاي في كثير من التصريحات التي تثبت ربما الارتجالية والعشوائية في الحديث أكثر من أنها تصدر عن رؤية واضحة ومحددة. وأكيد أن سياسة ترامب أو إدارة ترامب لا تستطيع أن تقفز على عديد المسائل، ولكن هناك ملف ممكن أن تتعاطى مع إدارة ترامب وهو ملف يسير التعاطي مع تسليم فتح الله. قلنا ستجيبنا أستاذ أكتاي على هذا الموضوع لكن بعد هذا الفصل، فابقوا معنا. طشقند أو تسمى الشاش عاصمة أوزبكستان تقع على أحد روافد نهر سيحون، فتحها المسلمون عام 90 للهجرة. قال عنها القزويني: من أنزه بلاد الله وأكثرها خيرا، عامة دورها يجري فيها الماء وكلها مستترة بالخضرة. وقال الحميري: الشاش مدينة جليلة من عمل سمرقند، وهي في أرض مستوية لا جبل فيها ولا أرض مرتفعة، وبساتينها ومتنزهاتها كثيرة، وهي من الثغور التي في ناحية الترك، ولأهلها سطوة ومنعة. احتلها الروس عام 1865 للميلاد، واعتمدها الروس عاصمة لإقليم تركستان الروسية بدلا من سمرقند التي كانت عاصمة الإقليم قبل ذلك، وامتد إليها قطار قزوين عام 1874. حرص الروس على تغيير تركيبة المدينة السكانية بنقل الكثير من السكان من كافة المناطق السوفيتية إليها. استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات، واختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2007. ممن نسب إليها من العلماء الإمام القفال الشاشي، أحد أعلام مذهب الإمام الشافعي، فقيه مفسر، صاحب شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وله تفسير كبير للقرآن الكريم. توفي عام 365 هجرية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من أوراق تركية. كيف يمكن أن تكون العلاقات التركية الأمريكية في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب؟ ضيفنا في الحلقة الأستاذ أكتاي ألماظ المحلل السياسي التركي، الدكتور سعيد الحاج الباحث والكاتب والباحث مختص في الشأن التركي. أستاذ أكتاي، توقفنا في نقطة أنه الإدارة الجديدة لدونالد ترامب وهي تتعاطى مع الملفات السياسة الخارجية لا يمكن أن تقفز على عديد الملفات التي تتقاطع فيها مع دور تركيا في المنطقة، الملف السوري، الملف الكردي، العراق الآن، ولكن هناك ملف يمكن أن تتعاطى معه على حسب الظرفية، ما تسليم فتح الله جولن. هل يمكن اليوم لإدارة دونالد ترامب أن تكون إيجابية بالمنظور التركي وتسلم فتح الله جولن لتركيا؟ نعم، يعني إذا أخذنا تصريحات مستشاري دونالد ترامب، يعني هناك إيجابية بالنسبة لإدارة أوبامية، أكثر إيجابية، يعني موقف مستشاريه أكثر إيجابية
حول خاصة موضوع فتح الله جولان وإعادته إلى تركيا، يعني جماعة فتح الله جولان والانقلاب العسكر الفاشل من أهم المواضيع الخلافية حقيقة بين تركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المواقف من الأزمة السورية والعراقية. يعني كما صرح مسؤولين من مستشاريه أنهم يتفهمون مواقف تركيا وأنهم مستعدين أكثر استعدادا لإعادة فتح الله جولان، وكذلك عن الانقلاب يعني مواقفهم أكثر وضوحا يتبنى مواقف التركية، ولذلك هناك يعني توقعات إيجابية حول هذا الموضوع، أي بعد وصول ترامب إلى الحكم أو بدء مباشرة الحكم سيكون هناك تطورات سريعة حول هذا الموضوع بسبب إيجابية موقفه من هذا الملف. يعني مستشاري ترامب هذه الإشارات بأن ممكن أن وحتى ترامب بنفسه يعني رغم أن الرجل تحدث قليل لم يتحدث كثيرا عن العلاقات الدولية أو الإقليمية، إلا أنه يعني تطرق في تصريحات سابقة موضوع الانقلاب العسكري وكذلك موضوع فتح الله جولان، وكان مواقفه إيجابيا بالنسبة لتركيا. دكتور سعيد، من جملة الملفات التي لا يمكن القفز عليها كما ذكرت مسألة الكردية، الآن هذا الملف مفتوح بقوة خاصة مع معركة الموصل، هل يمكن اليوم أن نستشرف ممكن تغيير ما في تعاطي الإدارة الأمريكية الجديدة مع الموقف من الأكراد، خاصة بأن كما ذكرت أنت في مداخلتك منذ قليل بأن ترامب جعل الباب يعني مشرعا على إمكانية أن تكون نظرة أخرى لأن أن تكون تركيا شريكة في إدارة الموقف الآن في المنطقة؟ هو أولا فقط لو سمحت لي جملة واحدة أخيرة على موضوع كولن. نعم صحيح أنه هناك تصريحات لمساعدي ومستشاري ترامب صبت في هذا الاتجاه، ولكن حتى لو فرضنا أن هذه ليست فقط مناكفات مع كلينتون وحملتها الانتخابية وأنها فعلا حقيقة، قد لا يملك ترامب دستوريا وقانونيا أكثر من تسريع العمل أو تسريع الإجراءات عن طريق وزارة العدل، لكن في نهاية المطاف الأمر سيكون بين المحاكم. وأنا أذكر أن أحد المسؤولين الأمريكان قبل أسابيع قال أن هذا الأمر قد يستغرق سنوات ما بين دراسة الملفات ثم إصدار الحكم ثم الاستئناف في حال يعني كان الحكم لن يطلع أحد الطرفين بطبيعة الحال، يعني وبعد الاستئناف ثم أن يعاد النظر في القضية مرة أخرى قد يستغرق الأمر سنوات فعلا. وبالتالي أنا أعتقد أنه ترامب لا يملك وفق يعني وجهة نظري وفق ما أفهمه من الصلاحيات الدستورية المعطاة للرئيس لا يملك أن يقفز عن القضاء الأمريكي وأن يسلم كلا بهذه الطريقة المباشرة، لكن ربما يسرع العملية، وهذا بحد ذاته إيجابي بالمناسبة. يعني على الأقل تركيا في الفترة الأخيرة طالب على الأقل يعني حققوا معه هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتركوه طليقا، له إمكانية الاتصال والحركة وترتيب ربما خطط بديلة أو ما شابه أو إدارة شبكته ومنظمته، على الأقل أن يكون قيد التحقيق والاعتقال أو التوقيف هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يستطيع أعتقد على الأقل ترامب. فيما يتعلق بسؤالك أستاذ محمد، يعني قد يقيد تحركاته يعني من في إطار صلاحياته يقيد تحركات جماعة فتح الله جولان ويسرع إجراءات الإعادة يعني كلما طبعا فضلا عن المؤسسات الكثيرة للكيان الموالي هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة مدارس ومعاهد وشركات وإلى آخره، يعني يملك التضييق يعني عليهم يعني إن صحت النوايا يستطيع أن يضيق عليهم على الأقل، وهذا بالمناسبة سيكون مريحا جدا لتركيا على الأقل على المدى المنظور، على الأقل باعتباره يعني مصدق ومتجامد مع السردية التركية عن الانقلاب وفتح الله جولان خلفه وما إلى ذلك. فيما يتعلق بإمكانية تغير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سوريا، أنا أعتقد الحقيقة الأمر أعقد بكثير مما صوره ترامب. بالمناسبة يعني عندما نتحدث عن الشعبوية والتصريحات الكثيرة والوعود، هو كان له لقاء البارحة أو أول البارحة مع وول ستريت جورنال وسألوه عن سبع مواضيع سبع ملفات من ضمنها الهجرة والمهاجرين وأوباما كير الملف الرعاية الصحية وغيرها من الملفات. في السبع ملفات هناك تراجع خلال أيام وبعد لم يدخل البيت الأبيض، هناك تراجع جزئي أو نسبي في كل هذه الملفات السبعة، وبالتالي نحن نعتقد أيضا أن السياسة الخارجية سيطرأ عليها الكثير من المتغيرات كما تحدثنا قبل قليل على وعوده. لكن أولا يجب علينا أولا أن ننتبه إلى أنه رؤية
ترامب، بغض النظر عن بعض التفاصيل في التصريحات التي ربما نأتي إليها، لكن الرؤية العامة الناظمة لسياسة ترامب المفترضة تجاه سوريا لا تختلف كثيرا عن أوباما. يعني هو يتحدث عن أولوية محاربة داعش، هو يتحدث عن عدم إيجابية أو نتائجية مواجهة الأسد، ربما يأتي المعارضة التي ستكون أسوأ منه على حد تعبيرها أو على الأقل مثله في السوق، يتحدث عن التعاون مع روسيا في الملف السوري، يتحدث عن دعم القوى الكردية وإذا أمكن أن يشرك معها تركيا. هذا الباكج إذا صحت لي التسمية لا يختلف كثيرا عن رؤية أوباما وسياسته الحالية، هذا أمر. الأمر الثاني كما ذكرت قبل قليل، من الصعب جدا أن يقفز عن حقائق الأرض، يعني بأي أدوات سوف يستطيع ترامب إذا أراد أن يقلب الطاولة في سوريا وأن يغير سياساته؟ لا يستطيع الكثير الحقيقة. الأمر الثالث هو يأتي أو سيأتي في 20 يناير القادم، يدخل البيت الأبيض، ستكون معركة الموصل قد تقدمت أكثر، سيكون درع إفراط قد تقدم أكثر، ستكون معركة رقة قد تبلورت أو بدأت بطريقة أخرى، وبالتالي المعطيات الحقيقة ستكون فارض نفسها بطريقة أو بأخرى، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يقفز عن البنتاغون والسي آي إيه والوزارة الخارجية الأمريكية التي هي مؤسسة بحد ذاتها تحدد المصالح الأمريكية ومصالح الأمن القومي الأمريكي وما إلى ذلك. وبالتالي أيضا مرة أخرى النقد تماما 180 درجة لسياسة أوباما في سوريا لن تكون بالإمكان إذا افترضنا وسلمنا جدلا بأن رؤية ترامب تحمل هذا المتغير الكبير جدا عن سياسة أوباما. وأنا لا أرى ذلك الحقيقة، أنا أرى أنه ناكف وحاول الاعتراض والنيل من كلينتون من منافسته، لكن في نهاية المطاف في الجوهر لا يملك الكثير. على الأقل وهذا السبب الرابع، أنه يحمل فعلا تناقضات كبيرة كما ذكر الأستاذ دكتاي فيما يتعلق بسوريا تحديدا. هو يريد أن يتعاون مع الميليشيات الكردية، حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات حماية الشعب وما إلى ذلك، وبنفس الوقت يجمع التعاون بينها وبين تركيا التي تصنفها على أنها منظمات إرهابية، والتي من أهم أهداف دخولها في درع الفرات في سوريا هو منع الدويلة الكردية التي سوف تتشكل للعلاقة العضوية بين هذه الميليشيات وبين حزب العمال الكردستاني الذي يقود حربا انفصالية في تركيا. فبنهاية المطاف وكأن الرجل لا يملك صورة صحيحة بدءا، يعني ابتداء لا يملك صورة صحيحة عن تفاصيل وفسيفساء هذه المنطقة ليخرج برؤية صحيحة وواقعية يمكن تنفيذها على الأرض. يعني أوباما حتى الآن في ظل إدارته يتكلم نعم عن الأكراد وعن القوى المحلية ويتكلم عن تركيا كحلفاء، لكن في نهاية المطاف على الأرض لم يستطع أن يفعل ذلك. في درع الفرات تركت تركيا لوحدها في الرقة وكأنه يفضل الميليشيات الكردية أو قوى سوريا ديمقراطية أكثر، ولم يتم الحديث مع تركيا إلا يعني في الإطار العام. تركيا تشترط عدم مشاركة هذه القوى، وهذه القوى اشترطت عدم مشاركة تركيا في معركة الرقة. حتى في موضوع العراق التي يفترض أن تركيا جزء من التحالف ولها معسكر ودربت الآلاف من المواطنين العراقيين ليشاركوا في تحرير الموصل وما إلى ذلك، ولها مصالح من اللاجئين إلى النفط إلى التركمان إلى الأكراد إلى غيرها، واضح أن هناك أزمة كبيرة جدا، والولايات المتحدة الأمريكية تقف ضد مشاركة تركيا إلا برضا العبادي أو حكومة بغداد المركزية. فلا أدري الحقيقة، لا أرى أنه ترامب يملك الكثير في جوعمة ليغير هذه الحقائق على الأرض. أنا أعتقد أن السياسة ستكون إلى حد كبير امتداد لسياسة أوباما الحالية في سوريا. يعني وهذه يعني التركيبة العجيبة وكلها متناقضات تقريبا. ممكن نضيفها إلى ترامب يعارض الاتفاق النووي، في نفس الوقت هو يبحث عن الدور شراكة أكثر فاعلية مع روسيا، ولا يخفي أعجابه ببوتين ولا يخفي أعجابه بالسياسة الروسية. ثم اليوم أوباما ضد تبرير قانون يمنع بيع طائرات لإيران. يعني السياسة الآن تتغير المعطيات، ترامب يحمل أفكار، هل هذا سيؤثر ممكن على الدور التركي إقليميا؟ سيكون له تأثير عملي أم تأثير فقط في صياغة السياسات؟ يعني حتى الآن لا يوجد بالنسبة لتركيا يعني مواقف سلبية من ترامب أو من فريقه، ولكن كما قلت يعني المهم يعني سننظر تشكيلية هيكلة فريقه وحكومته والسياسات التي ستبناها فيما بعد. هنا أريد في إشكالية حتى بين ترامب والعلاقة بين ترامب وحزب الجمهوري في الحقيقة، أريد يعني الإشارة إليه. يعني هو غير مدعوم حقيقة من حتى من حزبه، صحيح هو تم انتخابه من الشعب الأمريكي الكل يحترم، ولكن يعني قادة الحزب الجمهوري جمهوريين كما تعلمون رفضوا دعمه كعائلة بوش مثلا، ويعني غير مضمون طعم حزب الجمهوري له في غرفتي الكونغرس الأمريكي غير مضمون له. ولذلك هناك حديث
حول ربما قد طبعا لا أدري هل هذا يعني يحدث، ولكن هناك قد يتوجه الكونغرس لمنعه حتى من مباشرة مهامه كما يقال يعني كاحتمالية، ولكن حتى احتمالية يعني احتمال ضعيف أعتقد. ولذلك يعني سننظر يعني كما أشار إليه أستاذ سعيد في النهاية، يعني صحيح شخصية الرئيس مهم ومؤثر يتغير حسب الرئيس، ولكن في النهاية الولايات المتحدة دولة المؤسسات وهيئات وسياسات متجذرة لم يتغير بسهولة. يعني مثلا انتخاب الرئيس في يوم الثلاثاء وتولي الحكم بعد شهرين تقليد منذ أكثر من 200 عام، مجرد تقليد، لا يوجد مصلحة في تلك الفترة لجمع الأصوات وعدته وما إلى هذا حتى يستعيد الرئيس في ظروف تلك الفترة قبل قرنين. الآن يعني أريد أن أقول أنهم يعني حتى لهذه التقاليد لم يغيروها بسهولة، ولذلك سياسات الولايات المتحدة لن تتغير بسهولة. وبالنسبة لتركيا قد يكون شيء، لأن أوباما لم يقدم شيئا إيجابيا، يعني لم تتقدم العلاقات في عهده، قد نشهد تغيرا وتقدما في العلاقات التركية الأمريكية، خاصة إذا كانت مواقفه هكذا من الإيران ربما قد يكون شيئا إيجابيا، أي رفض الهيمنة الإيرانية في المنطقة، قد تكون نتائج إيجابية. دكتور سعيد، في مقالك ذكرت بأن هذا الاحتفاء ليس في شخص ترامب بحد ذاته، ولكن احتفاء أيضا بنفوذ أكثر للجمهوريين، على أساس أن من تقاليد الحزب الجمهوري أنه لا يهتم جدا بالمسائل الداخلية للبلدان، خاصة مسائل الحريات والديمقراطية، واعتبرت أن هذا الملفات كانت ملفات تستعملها الإدارة الديمقراطية أو الاتحاد الأوروبي للضغط أو للتشويش على تركيا داخليا. ثم لو نضيف ذلك إلى تصريحات نائب ترامب، رسالة غزل في فيديو أرسله إلى الناخب الإسرائيلي كما ذكر، ويعتبر نفسه جزء من هذه العملية، هل هذا يعني هذا الاحتفاء بالجمهوري، ولكن هذا الجمهوري الذي هو أتى يعني محتفي بنصر إسرائيل أو الناخب الإسرائيلي في الانتخابات، ألا أيضا تجد تركيا نفسها في حالة من التناقض في فهم هذا المشهد، في هذا المشهد، وهي التي تعبر اليوم أو أكثر رافعة للتعبير عن نصرة القضية الفلسطينية؟ ولا حقيقة هذا سؤال مهم جدا، أشكرك عليه. اولا هذه الجمله يعني او هذا المعنى ليس من ناحيتي انا، هو تقليديا تاريخيا حتى قبل العداله والتنميه، تاريخيا في دوله مثل تركيا كان فيها مشاكل كثيره وانقلابات عسكريه وما الى ذلك، كانت تفضل الادارات دائما الولايات المتحده اقل ضغطا عليها في مساله الحريات والديمقراطيه والاعلام وما الى ذلك. معروف انه الديمقراطيين اقرب للضغط على الحلفاء والدول بهذه الذرائع، دعني اقول ليست على الحقيقه، بينما الجمهوريين أكثر اهتماما بمفردات الاستقرار والأمن والتعاون في المجالات المختلفة. ليس هذا الحقيقة من وجهة نظري ما دفع الدوائر التركية للترحيب أو الاحتفاء وإن ضمنا بترامب، هو التغيير الذي ذكرناه قبل قليل المأمول تركيا على الأقل. لكن بطبيعة الحال الحزب الجمهوري، شخصية الرئيس، تصريحاته، مواقفه، عفوا للمقاطعة، يعني من هنا يعني كيف نفسر مواقفه من السيسي يعني أوباما وترامب، يعني إذا كان الحريات كانت مهمة لا هي ليست مهمة، هي ليست يعني قد يفهم من كلامك أن صحيح جمهوريين قد يتظاهرون أنهم يهتمون بالحريات كثيرا، ولكن على الساحة يعني قد لا طبعا أنا لا أقول أن الديمقراطيين يهتمون بالحرية الإعلام والديمقراطية أكثر، أقول أنهم يتذرعون بهذه الأمور للضغط على الدول أكثر من الجمهوريين، وبالتالي على الأقل يعني ضغط كثيرا على تركيا في هذه الزاوية، بينما فعلا تركيا السيسي وحتى بشار الأسد تركيا يحكم سوريا حتى الآن، لكن الفكرة عندما يريدون استخدام هذا السلاح وهذه الذرائع يحركون الملفات، الجمهوريين أقل استخداما لهذه الأداة في السياسة الخارجية، هذا ما قصدته يعني حتى لا يفهم خطأ. لكن بطبيعة الحال هناك عوائق كبيرة جدا، ما كنت أذكره شخص الرئيس، الحزب الجمهوري، مستشاريه الذين هم من صقور الجمهوريين وحتى بعضهم غير مرضي عنهم داخل الحزب الجمهوري لمواقفهم الكثير فيها صقورية أو متطرفة أو شديدة أو ما إلى ذلك، الخطاب المقدم
يقدم للكيان الصهيوني بشكل واضح جدا، ليس فقط من النائب من مايك بنس ولكن أيضا حتى من ترامب نفسه، كان له أيضا وعود في الآيباك واضحة جدا لنقل السفارة إلى القدس والدعم المطلق للكيان الصهيوني. كانت أول جملة له يعني أول وعد مايك بنس يعني. الحقيقة عندما تشاهد الفيديو أنا كنت قد قلت يعني صادم لولا أني فلسطيني يعني من كثر الرومانسية التي تحدث فيها عن الإنسانية في دولة إسرائيل وأن دعمتهم يعني وأن ففكرة المواقف العنصرية الإسلاموفوبيا عندما في بدايات الحملة الانتخابية لترامب طردت محجبة من وهي مؤيدة له وجودة ضمن المهرجان الانتخابي ولكنها طردت للتصريحات العنصرية ضد المهاجرين وضد المسلمين وما إلى ذلك، هذه حقيقة عقبات كبيرة جدا. تركيا أحد أهم أدوات سياستها الخارجية، القوى الناعمة التي تمثلها احتفاءها بالمظلومين ودفاعها عن قضايا المشرق الأوسط ميانمار وغيرها، البارحة مثلا أرسلت سفينة مساعدات إلى هناك، حتى الحديث أحيانا عن مسلمي الغرب عندما توفي محمد علي كلاي ذهب الرئيس أردوغان إلى هناك وصلى الجنازة أيضا ضمن المصلين وأراد أن يكون له كلمة. تركيا تقدم نفسها رائدة في العالم الإسلامي ومدافع عن حقوق العالم الإسلامي، خطاب العالم أكبر من خمسة وأن العالم الإسلامي يحتاج لأن يمثل في مجلس الأمن الدول دائمة العضوية وما إلى ذلك، هذه كل الحقيقة ستصطدم بأي تصريحات أو مواقف من هذا القبيل من ترامب من وزارة الخارجية الأمريكية من بعض مستشاريه من نائبه وإلى ذلك بشكل واضح جدا، وسوف تضطر تركيا لأن يكون لديها موقف أو تصريح، لا تستطيع أن تسكت على هذه الأمور كما ذكرت حضرتك، هو رأس مالها دعم القضية الفلسطينية بعض القضايا الأخرى في المنطقة وما إلى ذلك، وبالتالي سوف تصطدم مع هذا الرئيس الجديد وهو رئيس كما أسلفتم في تقريركم وكما قال الكثير من المحللين والساسة الأمريكان صعب التنبؤ بردات فعله الحقيقة، وكثير من الارتجال والشعبوية في خطابه وتصريحاته، وبالتالي هل ستستطيع تركيا أن تمرر له بعض المواقف والتصريحات باعتبار أنه يعني خرجت ارتجالية وعفوية أم أنها ستضطر لمواقف تحفظ أو استنكار أو اعتراض أو ما إلى ذلك وربما تصعيد في بعض المواقف التي لا نستطيع أن نتوقعها لأنه بالتالي تسير الأمور بردات فعله غير متوقعة إلى أزمة. يعني فرضا كثير من المرشحين الأمريكيين بالمناسبة وعدوا بنقل السفارة إلى القدس لكن اصطدموا مرة أخرى بحقائق السياسة الخارجية وأن أمريكا لن تستطيع أن تقدم على هذا الأمر، لكن أعتقد أن ترامب إن كان أحد قريب من هذه الخطوة فهو ترامب لنقل السفارة لا قدر الله إلى القدس السفارة الأمريكية. في خطوة مثل هذه كيف تستطيع تركيا بكل هذه المواقف، تركيا التي الآن لها الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي التي أسست على خلفية حرق المسجد الأقصى في 69 في فلسطين، كيف لها أن تبقى مكتوفة الأيدي أو لا يكون لها موقف قوي جدا، وبالتالي هنا العلاقات التركية الأمريكية ستكون على المحك ومصداقية السياسة الخارجية التركية يعني مناصرتها لقضايا المسلمين المختلفة تحديدا القضية الفلسطينية الحقيقة على المحك. لا تستطيع تركيا فقط رغم حساسية الظرف رغم الظروف الصعبة في سوريا والعراق وملف الكردي وما إلى ذلك وجولان كل هذه الظروف الصعبة، لا تستطيع أيضا أن تنظر فقط إلى زاوية مصالحها وتنكر المنظومة المتكاملة للسياسة الخارجية التركية والقوى الناعمة التي قدمت لها قبل قليل. هذه الحقيقة ستكون عقبات كأداء سوف تختبر متانة ومدى مصداقية ترامب في سياسة الخارجية ومتانة العلاقات التركية الأمريكية. أستاذ دكتور يعني في ختام الحلقة وباختصار شديد، نحن كل الحلقة نسائل في ترامب وفوز ترامب، نسائل تركيا الآن. تحدثنا وأشار إلى ذلك الدكتور سعيد حتى في مقاله ومقال جميل على موقع جزيرة نت، ندعو المشاهدين لقراءته لأنه يعطي صورة واضحة على العلاقات الأمريكية التركية. أستاذ دكتاي، هل اليوم تركيا يمكن أن تؤسس فعلا لسياسة السياسة الخارجية تقوم على سياسة المؤسسات وليس سياسة الفرد باختصار شديد؟ طبعا يجب أن يكون كذلك، يعني يجب أن تقوم الدولة على السياسات وعلى مؤسسات وليس على الأشخاص، وأن تكون السياسات هي مؤثرة وتمارس السياسات. تركيا في رأيي تتقدم في هذا الاتجاه ونأمل أن تتقدم أكثر. شكرا لك أستاذ أوكتاي المعاذ المحلل السياسي التركي الدكتور سعيد الحاجة الكاتب والباحث المختص في الشأن التركي. هكذا مشاهدينا الكرام أتينا نهاية حلقة اليوم من أوراق تركية، حتى نلتقيكم في أمان الله.